الله أكبر. حمص 6/8/2012 تصاعد أعمدة اللهب والدخان من القلعة ومن مسجد ومن حديقة مسجد الأتاسي نتيجة حرقها من قبل الجيش الأسدي لكي يستطيع رؤية الناس وقنسهم بكل وضوح. الله أكبر. هذه ألسنة اللهب تصاعد من حديقة القلعة وحديقة مسجد الأتاسي. الله أكبر. حمص 6/8/2012 الجيش الأسدي يحرق حديقة القلعة وحديقة مسجد الأتاسي لكي يستطيع رؤية الناس بكل وضوح لكي يقنصهم بكل سهولة. الله أكبر. حمص 6/8/2012 بالترافق مع رفع أذان المغرب في حمص. الشبيحة تقوم بإحراق حديقة مسجد الأتاسي وحديقة القلعة. ستة ثمانية 2012 حمص.